أكثر من 100,000 شخص احتشدوا على ضفاف بحيرة رودريغو دي فريتاس في ريو دي جانيرو للاستمتاع بالألعاب النارية بمناسبة إنارة أكبر شجرة عيد ميلاد طافية فوق الماء في العالم. الشجرة التي ستحتل مكانها في موسوعة جينيس يبلغ وزنها 542 طناً، أما عدد مصابيحها فهو بالملايين، وتحديداً 3,300,000 مصباح، أما ارتفاعها فهو 85 متراً، وستظل مضاءة في مساءات ريو وسمائها منذ ليلة أمس وحتى 6 يناير المقبل. أعتقد أن الشجرة تمثل رمزاً على ترابط أهالي ريو دي جانيرو، إنها تبث روح أعياد الميلاد والسلام في المدينة، وهو أمر نحن في أشد الحاجة إليه. إنني متأثرة وأشعر أن الكريسماس بدأ فعلاً. يعد هذا الحدث الذي رافقته فعاليات موسيقية وفنية واحداً من أكبر 3 مناسبات تشهدها ريو دي جانيرو، إضافة إلى كرنفالها الشهير واحتفالات ليلة رأس السنة. ناصر فرغلي، BBC.